وللمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد بطولة الجودو ماذا هناك من فعاليات؟ برحب بكم من مدينة العلمين الجديدة. الفعاليات لا تنتهي هنا في الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين الجديدة، فكما انتهت بطولة الجودو اليوم بمشاركة عربية قوية وتنظيم مصري على أعلى مستوى، يتم الآن الاستعداد إلى عرض مسرحية عريس البحر من إخراج المخرج وليد طلعت. هذه المسرحية التي يشارك بها عدد من الموهوبين من معهد الفنون المسرحية يشاركون في هذه المسرحية اليوم، وربما هذا المسرح يستعد الآن ليستقبل هؤلاء النجوم والممثلين في هذه المسرحية لعرضها في مساء هذا اليوم، وهو المكان المخصص للمسرحيات منذ بداية المهرجان، ويتم عرض عدد كبير من المسرحيات سواء المسرحيات التي تدعم الموهوبين من الممثلين الشباب أو حتى المسرحيات التي جاءت بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، وتم تجهيز هذا المكان بأحدث الإمكانيات والاستعدادات الخاصة لاستضافة كل هذه المسرحيات. فبعد قليل سيكون لنا لقاءات مع هؤلاء النجوم، وأيضا سيتم عرض المسرحية اليوم، وهي دعوة لكل من يتواجد على أرض مدينة العلمين الجديدة لحضور هذه المسرحية من خلال الحجز من خلال شركة تذكرتي المتواجدة هنا في المنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة. وربما أيضا نرى على يسار بعض الملاعب الموجودة التي بها عدد من الأنشطة المختلفة من الجامعات المصرية المختلفة التي تشارك من بداية المهرجان. غدا سيكون لدينا بعض العروض الجوية التي ستقدمها نسور القوات الجوية المصرية والسعودية، وهذا يعني يعد تأكيد على مدى قوة العلاقة بين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية في التعاون في المجالات المختلفة. لكن غدا مدينة العلمين الجديدة ستكون على موعد مع بعض العروض الجوية الجميلة في مساء مدينة العلمين الجديدة، والتي ستستمر على مدار يومين غدا وبعد غد من الساعة 5 مساء، فبالتالي سنرى عروض جوية جميلة وبالتأكيد سنتابعها معكم، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الرياضية أيضا التي ستكون متواجدة في ملعب كرة القدم وملعب كرة السلة يومي الخميس والجمعة، بالإضافة بالطبع إلى حفل الختام الخاص بالفنان ويجز. ومن المتوقع أن يشهد هذا الحفل عدد كبير من الجماهير في مدينة العلمين الجديدة وفي منطقة اليو أرينا، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الثقافية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة فيما يتعلق بفرق التنورة والفنون الشعبية التي تتواجد في المنطقة الترفيهية في مساء كل يوم، بالإضافة أيضا إلى بعض المسرحيات التي ستتواجد أيضا بخلاف مسرحية عريس البحر، وبعض الفعاليات التي يتم الإعلان عنها تباعا خلال هذا الأسبوع ليكون أسبوع قوي يليق بجمهور زوار رواد مهرجان العلمين الجديدة، وختام يليق بهذه المدينة السياحية الكبيرة والوجهة السياحية والرياضية الأهم في مصر، باستضافة العديد من البطولات الرياضية وأيضا بعض الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات والختام الأقوى لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. بالتأكيد من مهرجان العلمين الجديدة كنت معنا محمود جميل، شكرا جزيلا لك.